Of course, the title of the event is The Plight of the Bedouin. And stateless populations in the GCC are one of the most systematically discriminated in the region. الجنسية حق أساسي أكدت عليه المواثيق والأعراف الدولية، لكن هذا الحق حاله كحال حقوق الإنسان المنتهكة في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ يعاني مئات الآلاف من الأفراد القاطنين في هذه الدول من الحرمان من حق المواطنة فيما يعرف بفئة البدون المحرومة من مختلف الحقوق المدنية والسياسية، وهو ما يستدعي زيادة الوعي حيال هذه القضية الإنسانية التي سلطت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين الضوء عليها خلال الندوة التي عقدتها على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان الجارية في جنيف حاليا. انعدام الجنسية بالخليج مشان يكون في وعي أكثر، يكون في بحث أكثر، يكون في وعي أكثر، ثالث شغلة يكون في ضغط أكثر. دائما نكتب مثلا UPR submissions، المجتمع المدني، المجتمع الدولي، لازم نكتب دائما أي بنشوف أي مجال فينا نحكي بهالموضوع، فينا نحط ضغط على الحكومة، فينا نحكي مع حكومات أخرى، فينا نحكي مع مؤسسات أخرى، مع مؤسسات اليو إن الأمم المتحدة، دائما نتذكر بهالموضوع، يكون عندنا أول شيء البحث والمعلومات اللي فينا نستعملهم، ثانيا يكون في وعي ونحكي ونحط ضغط بهالموضوع. وتأتي في مقدمة تلك الدول السعودية التي تدعي السير على هدى الشريعة الإسلامية في الوقت الذي تنتهك فيه الحقوق الطبيعية للإنسان وأهمها حقه في المواطنة. أنا أعتقد اليوم السعودية مطالبة أسرع من أي وقت مضى بإيجاد حل سريع لمشكلة البدون التي تتفاقم يوما بعد آخر، يبلغ عددهم اليوم 400,000 والعدد مرشح للتزايد في ظل عدم إيجاد حلول من السعودية. إذا كانت السعودية لا تود تدويل هذه القضية على المستوى الدولي وترى أنها شأن داخلي، فيجب عليها المبادرة بحل هذه القضية، وهي تدعي دوما وأبدا أنها تطبق معايير الشريعة الإسلامية، فهؤلاء أولى بشكل سريع. هذه الظاهرة المأساوية تستدعي وقفة جادة من المجتمع الدولي لوضع حد لها وإيجاد الحلول المناسبة. Being Bedouin and not having your citizenship in the GCC in Kuwait and Saudi Arabia, it presents a lot of problems for individuals, and really the international community should try to work on pressuring these countries to grant citizenship to Bedouin individuals.